حالة من الصدمة عاشها محبو جمهور الثنائي الكويتي الشهير فرح الهادي وعقيل الرئيسي بسبب فيديو فاضح لهما. في التفاصيل، تم تسريب مقطع فيديو للثنائي الشهير من إحدى المناسبات التي كانا يحضرانها، ظهر فيها من دون فلتر، حيث بدا الثنائي بملامح مختلفة جدا عما اعتاد عليهما الجمهور، وظهرت علامات التقدم في السن على وجههما بسبب التعرض الدائم للكاميرا والمكياج. وقد تفاعل المتابعون مع الفيديو معربين عن صدمتهم الكبيرة من شكلهما الحقيقي ومشيرين إلى أنهما كانا يكذبان عليهم. وفي وقت سابق كانت قد فاجأت مشهورة السناب شات الكويتية فرح الهادي الجمهور في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت فرح على متابعيها عبر حسابها على سناب شات وكشفت المستور وما حصل معها خلال الفترة الماضية. وقالت فرح إن القصة بدأت من حوالي 5 أشهر وتحديدا شهر أيلول من العام الماضي، حين بدأت تعاني من الحساسية في كامل جسمها، الأمر الذي أثر كثيرا على نفسيتها. في السياق، كشفت فرح عن يدها لتري الجمهور العلامات التي تسببت بها الحساسية، لكن ردة فعلهم كانت مفاجئة، حيث اعتبر المتابعون أن العلامات الموجودة على يد فرح ليست من الحساسية، بل هي أثار كدمات تسبب بها زوجها عقيل الرئيسي، كما قالوا أنه أجبرها على العودة إليه وهددها إن لم تعد. وكانت مشهورة السناب شات الكويتية فرح الهادي قد شغلت المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عيد ميلادها وعودتها لعقيل الرئيسي، حيث ظهرت في مقطع فيديو بشكل غريب جدا، حيث بدا وجهها منتفخا ومتورما، إذ قالت إنها حصلت معها هذه الحادثة من قبل وذهبت إلى الطبيب، لكنه قال لها لا يوجد مرض أو أي شيء، لكنها عادت مجددا وحصلت معها، متسائلة إن كانت نوع من أنواع الحساسية. هاي طبعا أنا اليوم مو مختفية، أنا حتى عقل ودي أنخش عنه، ما أدري شنو قاعد يصير فيني، بس وهي وايد وارم، قعدت من النوم وهي وارم. لا تختار عن هاي أمبي، ما أدري شنو قاعد يصير فيني. هالشي صار في يعني أول مرة صار تقريبا نص شهر واحد، يعني توقعت من الحساسية، رحت حق الدكاترة قالوا هذا مو حساسية، بين بروحه راح. بس هاي سبرايز، بس والله شلونكم، شو اخباركم؟ وفور نشرها للفيديو تفاعل المتابعون مع الموضوع، مشيرين إلى أن الكعكة التي أحضرها عقيل في عيد الميلاد ممكن أن تكون قد تسببت بهذا الموضوع، نظرا لبعض المواد الموجودة فيها والتي يمكن أن تتسبب بالحساسية لها. وكانت فرح قد عادت لزوجها عقيل الرئيسي خلال احتفالها بعيد ميلادها 27، ونشرت فرح عددا من الصور ومقاطع الفيديو من الاحتفال الذي حصل بمناسبة عيد ميلادها بحضور الأهل والأصدقاء، أبرزهم شقيقتها الفنانة شوق الهادي. في السياق، فاجأ عقيل الرئيسي الجمهور بالظهور مع فرح في الاحتفال، حيث ظهرا وهما يحتضنان بعضهما البعض في فيديو عبر حسابه الشخصي على سناب شات. ونشر عقيل عددا من الصور عبر خاصية الستوريز على حسابه على سناب شات، ظهر فيها مع فرح أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، معلقا عليها بكلمة واحدة وهي هديتي. وقد تفاعل الجمهور مع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت بعض التعليقات تتمنى لهم حياة سعيدة بعيدا عن الخلافات، وفي الوقت نفسه اتهمهم البعض بتسويق فكرة الانفصال للحصول على مزيد من الشهرة.